واحد من كتيبة كوماندوز الزمالك اللي دخل قلوب الجماهير من أول ما انضم للنادي، وبقى واحد من أهم نجوم الجيل الحالي لفريق كرة اليد بالزمالك، اللي سيطر واحتكر البطولات المحلية والإفريقية في السنين الأخيرة، هو محمد علاء السيد الشهير بلوكا، صانع ألعاب كتيبة كوماندوز اليد اللي استحق إنه يكون بطل قصتنا في ملوك الصالات. لوكا ابتدى مشواره مع كرة اليد من نادي الطيران وهو عنده 8 سنين، واستمر في صفوفه حوالي 20 سنة، وبعدها حقق حلمه اللي اتأخر سنين كتير، وانضم لنادي الزمالك سنة 2017 علشان تبتدي حكايته من البطولات والألقاب مع الكوماندوز. محمد علاء لوكا اللي جدد عقده مع الكوماندوز موسمين من أيام علشان تستمر رحلته بالتيشيرت الأبيض أبو خطين حمر لتحقيق كل الألقاب في الموسم اللي جاي، ويضيفها لسجله الذهبي مع فريق يد الزمالك اللي الصعود لمنصات التتويج هدفهم الأول، والألقاب والبطولات عارفة طريقه ليهم. لوكا هو مايسترو كتيبة الكوماندوز اللي إيده تتلفف حرير، وصانع اللعب الحريف قدر يحقق مع كتيبة الكوماندوز 12 بطولة محلية وقارية، منها 4 ألقاب لدوري المحترفين و3 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الدوري ولقب سوبر دوري المحترفين المصري، و3 ألقاب سوبر إفريقي ولقب كأس الكؤوس الإفريقية، ده غير المشاركة في مونديال الأندية. محمد علاء لوكا حقق مع منتخب مصر عدد من البطولات والألقاب، منها بطولة العالم العسكرية وكأس أمم إفريقيا والبطولة العربية ودورة الألعاب الإفريقية كمان. لوكا كمان كانت ليه تجربة احترافية مع نادي الأهلي البحريني وحقق معاه عدد من البطولات المحلية والخليجية. محمد علاء لوكا هيفضل واحد من أبطال الكوماندوز اللي كتب قصة حب وعشق للزمالك وجماهيره، وبقى واحد من النجوم المخلصين وبطل من أبطال كتيبة كرة اليد في الزمالك ومايسترو ألعاب الصالات في قلعة البطولات.